الحمد لله خلصنا الرالي بالمركز الأول، رالي تبوك نيوم مع الشريك الرسمي عبد اللطيف جميل للسيارات. رالي صراحة مختلف ومتميز بطبيعة الأرض، والصراحة إضافة لنا كان هذا الرالي، وأشكر أهالي المنطقة على استقبالهم الطيب، والحمد لله خلصنا بأفضل نتيجة ممكنة. يتوج العالم اليوم يزيد الراجحي في المركز الأول في الترتيب العام على سيارة تويوتا هايلوكس التي تحمل ألوان عبد اللطيف جميل يزيد.